تفضل. المعنويات شباب. قام سلاح الجو باحتجاز سفينة قبالة ساحل درنة بعد عملية عسكرية مشتركة بين زورق سلوك وطائرة العمودية البركان بالقبض على سفينة، حيث تم القبض على طاقمها وجرها إلى ميناء راس الهلال. وبيّن مراسل قناة ليبيا الحدث أن السفينة لا تحمل أي علم خلال دخولها المياه الإقليمية المحظورة شمال غرب سواحل مدينة سوسة، حيث قامت السفينة برمي النفايات داخل المياه الليبية وتم رميها براشقات تحذيرية وتم اقتيادها إلى ميناء راس الهلال وتفتيشها من قبل السرية البحرية بسوسة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها. قام أمر الكلية العسكرية لواء هاشم بورقعة بجولة تفقدية لمراكز الكلية العسكرية توكرا. وطلع اللواء برقعة وفقا للمكتب الإعلامي التابع لمكتب التوجيه المعنوي في الكلية على النظافة والتدريب وقيافة الطلبة والمنتسبين، وحث أمر الكلية العسكرية خلال زيارته الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للوطن وللقوات المسلحة. أصدر عيان ومشائخ قبيلة الحوايت بيانا أكدوا فيه على وقوفهم بجانب القوات المسلحة في حربها على الإرهاب. وأكد عيان الحوايت في بيان تحصلت قناة ليبيا الحدث على نسخة منه على وحدة الجنوب الليبي ونبذ الخلاف والفرقة والتطرف وعلى حق عودة مهجري تورغا إلى بيوتهم. عيان ومشائخ وشباب قبيلة الحوايت بمدينة بنغازي نحضر الآتي الدعم الكامل والوقوف خلف القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب والتطرف، التأكيد على نبذ العنف والفتنة وحدة الصف، نؤيد ما اتخذته القيادة العامة للجيش الليبي بالحفاظ على أمن وحدة الجنوب الليبي. 4 رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ووحدة أراضيه. 5 ونؤكد على حق العودة لمهجري تورغا. وفقكم الله لما فيه الخير للوطن والمجد والخلود لشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى. وعاشت ليبيا حرة أبية. أعيان ومشايخ وشباب قبيلة الحوايت مدينة بنغازي حر بتاريخ 9/3/2018. أقامت قبيلة لهوانا حفل تابي لشهداء القبيلة في عملية الكرامة بالمدينة. حضر الحفل أمير القوات الخاصة الصاعقة لواء أونيس بوخمادة وأعيان القبيلة وعدد من مشايخ مدينة بني غازي. كما تخلل الحفل كلمات وعرض لفيلم وثائقي وتكريم أهل الشهداء وتكريم سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر والحاكم العسكري عبد الرازق الناظوري واللواء ونيس بوخمادة أمير القوات الخاصة الصاعقة.
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح بمدينة القبة مع عمد ومشائق وأعيان وحكماء برقة، ونقش خلال هذا اللقاء العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بآخر المستجدات السياسية في ليبيا. وصرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن الاجتماع تطرق إلى الحوار بين الأطراف الليبية وتعديل الاتفاق السياسي. فقامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى عمد ومشايخ وأعيان وحكماء برقة، كان هذا اللقاء حول عدة قضايا وموضوعات مهمة في ليبيا، أهمها الحوار السياسي وتشكيل مجلس رئاسي واحد على مستوى ليبيا يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي. كذلك تم التطرق إلى موضوع الدستور الذي هو حديث الساعة في ليبيا، وكذلك قانون الاستفتاء الذي يضمن حق كل ليبي في الإدلاء برأيه في الدستور القادم. كذلك كان الحديث عن زيادة مرتبات المعلمين، وفي ذلك أوضح فخامة رئيس مجلس النواب إن مجلس النواب والجهات ذات العلاقة مستمرة في عملها حول قانون زيادة المرتبات والذي سيكون خلال مدة قريبة قادمة، وطلب من الحضور بأن كل مدينة وكل قرية أن تقنع معلميها بالاستمرار في الدراسة، وإن إجراءات زيادة المرتبات شارع مجلس النواب فيها وكذلك الجهات ذات العلاقة. فيما أضاف المريمي أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة الأوضاع في الجنوب الليبي وقضية عودة نازحي داورغا إلى تيارهم والاتصال بكل الأطراف حول الإسراع في ذلك لما يعانيه سكان تلك المنطقة. تم التطرق إلى قضايا الجنوب، وطالب الحضور عمد ومشايخ وعيان وحكماء من الجيش الاستمرار في بسط سيطرته على الجنوب الليبي وتفعيل القانون ومحاربة الخارجين عن القانون في الجنوب الليبي الحبيب، بحيث تستتب الأمور ويتم الاستقرار في هذا الإقليم المهم. أيضا تم التطرق إلى قضية تاورغا، وطالب مجلس النواب السادة أعضاء مجلس النواب طلب منهم أعيان وحكماء وعمد ومشايخ برقة بضرورة العمل على الاتصال بكل الجهات من أجل عودة نازحي تاورغا إلى منطقتهم وإنهاء هذا الإشكال وإنهاء المخيمات التي موجودة في محيط تاورغا الآن. هذا كل ما دار في هذا الاجتماع، وعلى العموم معظمهم فوض فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن برقة للحديث في عدة مجالات، وفي كل الأحوال يكون هناك الاتصال والتواصل ما بين فخامة رئيس مجلس النواب وعمد ومشايخ وعيان وحكماء برقة حول كل قضايا الوطن سواء في برقة أو على مستوى ليبيا بشكل عام. أعربت لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بالشأن الليبي وفريق الخبراء التابع لها أعربوا عن قلقهم تجاه تقارير وسائل الإعلام التي استشهدت بتقارير مؤقتة سابقة لوجود دول ومنظمات تدعم الإرهاب في ليبيا. وقال فريق الخبراء في بيان نشر على موقع مجلس الأمن الإلكتروني أن وسائل الإعلام قامت بنسخ ونشر النسخة المؤقتة المعدة من قبل الفريق بأكملها، معتبرا أن هذه الحوادث قد لا تعرض التحقيقات الجارية التي يجريها الفريق للخطر فحسب، بل أنها ستزيد أيضا مما وصفه بالشواغل الأمنية المتعلقة بعمله. وكانت صحف تداولت أجزاء من تقرير نسب إلى فريق الأمم المتحدة في ليبيا، واتهمت دولا وجماعات مسلحة بعينها بالتورط في دخول أسلحة إلى ليبيا وتجنيد مسلحين أجانب وتورط بعض مؤسسات الدولة في عمليات فساد مالي. أعلنت وزارة الدفاع المصرية في بيان لها تلقيها معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإرهابية تستعد للتسلل من الأراضي الليبية إلى داخل الحدود المصرية تستخدم سيارات من الدفع الرباعي.
وأوضحت الوزارة في بيانها رقم 15 بشأن العملية الشاملة سيناء 2018 أن قوات من الحرس الحدود وتشكيلات من القوات الجوية المصرية استطلعت المنطقة الحدودية مع ليبيا وتتبعت الأهداف. وأكدت الوزارة في بيانها المصور بأن العملية العسكرية أسفرت عن استهداف وتدمير 5 سيارات دفع رباعي، مبينة بأن القوات الجوية المصرية وعناصر حرس الحدود ينفذون مهامهم بكل حسم لتأمين حدود مصر ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية برصد وتدمير 5 سيارات دفع رباعي خلال محاولتها التسلل داخل الأراضي المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على بوابة 60 التابعة للقوات المسلحة جنوب مدينة جدابية، والتي أسفر عنها جرح عدد من منتسبي الجيش الوطني المرابطين في البوابة. وبحسب وكالة أعماق الإرهابية الذراع الإعلامي لداعش الإرهابي، فقد تبنى داعش استهداف بوابة 60 بواسطة انتحار بسيارة مفخخة من قبل الإرهابي عبد الحميد المهاجر الذي تم استهدافه، حيث أعلنت القوات المسلحة مقتله قبل وصوله إلى نقطة التفتيش جنوب جدابية. أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن إجمالي عدد المسجلين في الخارج بلغ 5940 مسجلا. وبينت المفوضية في نشرتها اليومية أن أعلى عدد للمسجلين سجل في بريطانيا، تليها جمهورية مصر، ثم الولايات المتحدة وكندا، فيما سجل أقل عدد في قبرص. ثمنت المملكة العربية السعودية وبريطانيا في بيان مشترك جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا. التفاصيل في سياق التقرير. ثمنت المملكة العربية السعودية وبريطانيا في بيان مشترك جهود الأمم المتحدة حول إحلال السلام في ليبيا. البيان دعا إلى دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة لتنفيذ خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية. البيان المشترك صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا بدعوة من الملكة إليزابيث الثانية. السعودية والمملكة المتحدة أعلنتا عزمهما على تركيز الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تبادل المعلومات وفهم طرق الإرهابيين والمتطرفين للتأثير في الفئات الضعيفة والعمل على مواجهة الدعايات المغرضة التي يستخدمها الإرهابيون لنشر التطرف. وتعد زيارة ولي العهد هي الأولى لبريطانيا بعد تسلمه لمنصبه، كما تعول كل من بريطانيا والسعودية على نتائج هذه الزيارة التي يصفها البعض بالهامة. لقناة ليبيا الحدث، أميرة علي. كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن تقديم 7,800,000 يورو لدعم معرض ليبيا للمشروعات الصغرى الثالث الذي يقام في طرابلس خلال 10 و11 من مارس الجاري. وقالت البعثة في بيان عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن الدعم سيقدم إلى وكالة فرانس الفرنسية للمساعدات الفنية الدولية لتنفيذ برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام، والذي بدوره يوفر دعما قويا للمعرض. وأشارت البعثة إلى أن المعرض أو معرض ليبيا للمشروعات الصغرى سيجمع أكثر من 100 شركة ناشئة ورائدة ليبية لتعزيز التواصل والتعاون الناجح وظهور أفكار تجارية جديدة. قدم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين تقريره السنوي إلى مجلس الأمن لحقوق الإنسان في جنيف عن أنشطة مكتبه والتطورات في الكثير من دول العالم، منها سوريا وميانمار واليمن ومصر وليبيا. وقال زيد أن الكثير من الناس عانوا من عنف التطرف والجماعات الإرهابية خلال الأشهر الماضية،
وشدد على إدانته لأعمال الإرهاب أينما حدثت. وسيقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان إحاطة للمجلس حول الوضع في ليبيا في 20 من الشهر الحالي. وقال زيد إنه شعر بالقلق خلال زيارته لليبيا في شهر أكتوبر بشأن انعدام سيادة القانون ببعض المدن والإفلات شبه الكامل من العقاب حتى فيما يتعلق بأكثر الجرائم خطورة، وشجع كل الدول على دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا. وصف نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الخارجية الأنباء حول اختفاء أموال من حسابات ليبيا مجمدة في مصرف بلجيكي بأنها معلومات زائفة ولا أساس لها من الصحة. وردا على ذلك نفت مجلة لوفيف البلجيكية التي نشرت هذه الأنباء بشكل قاطع مصطلح الأخبار الزائفة التي استخدمها نائب رئيس وزراء البلاد، مشيرة إلى أن وزارة المالية حين سألتها المجلة عن حادثة اختفاء 10 مليارات يورو لم تؤكد ولم تنفي هذه المعلومات، بل أعلنت أنها لم تسمح برفع التجميد عن الحسابات الليبية. وكانت المجلة أعلنت سابقا عن فقدان 10 مليارات يورو من أصل 16 مليار يورو كانت موجودة في 4 حسابات مجمدة دوليا. نفت إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الأخبار المتداولة التي نشرتها صحيفة لوفيف البلجيكية الأسبوعية عن اختفاء مبالغ مالية كبيرة تقدر بـ10 مليارات يورو من مصرف اليورو كليلر الموجود ببلجيكا خلال الفترة من 2013 وحتى العام الماضي وضياعها دون معرفة الكيفية. وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار أن هذه الأخبار مضللة وصادرة عن جهات غير رسمية، مؤكدة على عدم صحتها وإن ما جاء فيه عار تماما عن الصحة. خرج عدد من أهالي مدينة طرابلس في مظاهرة بميدان الجزائر مطالبين بإسقاط الكبير وإنهاء الفساد وتوحيد المؤسسات المصرفية. هذا ومنع المتظاهرين من التظاهر بساحة ميدان الشهداء بعد قيام مجموعات مسلحة بمنعهم ليعودوا للتظاهر بميدان الجزائر من جديد، وذلك بعد القبض على 2 من المتظاهرين رفضوا الخروج من ميدان الشهداء. رغم قيام عدد من المصارف بمنح اعتمادات خاصة لتجار المواشي واللحوم إلى أن المواطن لا يلمسها ولم يتم الاستفادة منها على أرض الواقع، ولا تزال أسعار اللحوم مرتفعة. التفاصيل في سياق التقرير. رغم الاعتمادات التي تم طرحها من قبل مصرف الوحدة بتحديد الأسعار المواشي واللحوم، في غياب الحرس البلدي والجمارك لم يتم الأخذ بها من أصحاب الشركات المختصة لاستيراد المواشي واللحوم. لا حسيب ولا رقيب يتابع كيفية سير العملية الاستيرادية للمواشي واللحوم. الانتقادات الواسعة التي أثارت الجدل الكبير بعد طرح الاعتمادات خلال 6 أشهر الأولى لعام 2017، حيث أضربت موجة في ارتفاع أسعار المواشي المحلية صاحبتها شح سيولة نقدية. تم حصر عددا من الشركات منها شركة شهد لاستيراد المواشي واللحوم لعدة 4 مرات من تاريخ 24 يناير إلى 16 فبراير، وتم استيراد نوع جول حية. وكما انتشرت العديد في شوارع الرئيسية بمدينة بنغازي خياما لبيع المواشي، فيما شهدت ارتفاعا لأسعار بمقارنة بالأعوام الماضية، إذ بلغت أسعار ما بين 650 إلى 1800 دينار، حيث اقتضت عادات المجتمع الليبي أن يضحي باللحم الوطني، فيما قامت شركة سلوك الخير باستيراد المواشي واللحوم أكثر من 6 مرات من تاريخ 15 يناير إلى 23 فبراير، واستوردت عدد من العجول الحية والدواجن المجمدة، فضلا عن شركة المراعي للحوم التي تمت أيضا استيراد 8 مرات من تاريخ 25 يناير إلى 19 مارس باستيراد المواشي واللحوم
منها العجول الحية والأغنام الحية. كما كان لشركة الاتحاد لها دور آخر في قيمة الاعتمادات، والتي تم طرحها في 19 من يناير إلى 15 من مايو، وقامت باستيراد لأربع مرات للمواشي واللحوم نوع أغنام حية. وسط الانتقادات لاستغلال التجار وأصحاب الشركات لاستيراد المواشي واللحوم التي زادت بشكل غريب في ارتفاع الأسعار، فما ذنب المواطن البسيط من ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة في غلاء الأسعار، إذ لم يعتمد الأسعار التي تم طرحها من قبل مصرف الوحدة؟ دانيا جمال، ليبيا الحدث. تابعت هيئة الرقابة الإدارية موضوع طائرة الشحن الجوي التابعة لجهاز الطيران الخاص والمرسلة إلى دولة أوكرانيا لغرض إجراء الصيانة اللازمة وتركها مهلة لمدة تجاوزت 7 سنوات متتالية. هذا وطلبت هيئة الرقابة الإدارية المجلس الرئاسي منتهي الصلاحية باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بالإعاز إلى الجهاز التنفيذي للطيران الخاص بالإسراع في تسديد القيمة المستحقة للمؤسسة الحكومية الأوكرانية والمحددة بقرار هيئة التحكيم التجاري الدولي بغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: بلدي طبرق يبحث حل إشكالية المياه بالمدينة. أهلا بكم من جديد. نفت مديرية من منفذ مطار بنين الدولي كل الإشاعات المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود متفجرات على متن إحدى الطائرات الرابطة بالمطار. هذا ونوهت مديرية أمن منفذ مطار بنين الدولي على أن هذه الصفحة التي تحمل اسم مطار بنين هي صفحة مزورة وليست حقيقية، وهذه الصفحة تبث الفتنة وليس لها أي مصدر في مطار بنين الدولي. ودعت المديرية كافة المواطنين إلى أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وتحري المصداقية والدقة. قام مدير مديرية من البيضاء العقيد خالد البسطى بجولة تفقدية إلى مراكز الأمن للاطلاع على تمركزات الأمنية ودور الأجهزة الأمنية في إطار فرض الأمن وهيبة القانون. التفاصيل في سياق التقرير. مديرية أمن الجبل الأخضر خالد البسطى بجولة تفقدية إلى مركز الشرطة البيضاء وبعض التمركزات الأمنية داخل نطاق البلدية لرفع معنويات الضباط وضباط الصف وأفراد الأمن والأجهزة الأمنية بالمدينة كافة. قمت بجولة مفاجئة على التمركزات الأمنية من صباح هذا اليوم الجمعة الموافق 9/3/2018، وكانت الساعة 1:30 صباحا. الآن نحن في تمركز الأمني التابع لقسم النجدة بهذه المديرية، والتمركز بما يعرف مفترق الأمة، ومرينا على التمركزات الأمنية بكامل مدينة البيضاء ابتداء من المدخل الغربي إلى المدخل الشرقي. كانت كل التمركزات متواجدة وفق الخطة الأمنية التي أعديناها فيها السابق. هذا وشدد خالد البسطى على ضرورة التعاون بين الأجهزة الأمنية كالمرور والنجدة ومركز شرطة البيضاء ومديرية الأمن لاستتباب الأمن داخل المدينة.
أثنى البسطة على الدور الفعال لأفراد الأجهزة الأمنية على مجهوداتهم المبذولة في سبيل إشهار الأمن وتشجيعهم على المزيد من العطاء. وناشد مدير أمن البيضاء الأهالي والمواطنين داخل المدينة مساندة الشرطة في أداء عملها والمساعدة في بسط الأمن والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة. تأتي هذه الجولات في إطار فرض الأمن والقانون وهيبة الدولة التي ينشدها كل الليبيين. قام جهاز الهجرة غير الشرعية بالكفرة بترحيل حوالي 34 مهاجر غير قانوني إلى بلدانهم مصابين بأمراض معدية وخطيرة، منها التهاب الكبد الوبائي ومرض العوز المناعي المكتسب الإيدز. وأفاد رئيس المركز ملازم أول محمد لفضي لقناتنا بأنه قد تم القبض على المهاجرين داخل الكفرة، وبعد أجراء التحاليل والفحوصات الطبية لهم تبين أنهم مصابين بهذه الأمراض، موضحا أن ظاهرة الهجرة غير القانونية تشكل خطر على الأمن القومي ودول الجوار وعلى الجنوب الليبي بصفة خاصة، حيث نشط الجهات المختصة بالتدخل العاجل لتوفير الإمكانيات لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتأدية المهام المناط به. أنقذت سفينة تابعة لمنظمة خيرية دولية مئات المهاجرين من قاربين مطاطيين أمس السبت، بعد أن حاول مهربو البشر استغلال هدوء البحر لإرسال عدة قوارب نحو إيطاليا قبالة السواحل الليبية. أحدهما كان زورقا مطاطيا بدأ في الغرق وعلى متنه 125 شخص قبالة ساحل الزاوية إلى الغرب من العاصمة طرابلس. أما القارب الثاني فتمت إعادته إلى الجربولي شرق طرابلس وعلى متنه 112 شخص، وتمكن قارب يقل 110 مهاجر من الوصول إلى منطقة تعمل فيها سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود على بعد نحو 21 ميلا من غرب طرابلس وكانت السفينة تستعد لنقل مهاجرين إلى إيطاليا. استؤنفت الدراسة اليوم الأحد في أغلب المدارس الواقعة في بلدية المرج، حيث استقبلت التلاميذ في جميع المراحل التعليمية، حيث شهدت المدارس إقبال كبير من الطلاب والمعلمين. ومدير قطاع التعليم بالبلدية صلاح العيش قام بجولة تفقدية على أغلب المدارس بالمدينة للاطلاع على انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي. التقى مدير مكتب المشروعات ببلدية طبرق ناصر شرح البال يبحث مع مدير شركة المياه والصرف الصحي طارق الشريف المختنقات التي تواجه الشركة داخل المدينة. جاء هذا عقب وصول المهندس محمد الجهني من المؤسسة الوطنية للنفط إلى شركة المياه والصرف الصحي بطبرق لمعاينة محطة التحلية الموجودة داخل الشركة، وذلك من أجل صيانتها بعد أن رصدت لها المؤسسة مبلغ وقدره 440 ألف دينار. وتمت موافقة المؤسسة الوطنية للنفط بعد رسالة وجهتها بلدية طبرق إلى شركة الخليج توضح أن محطة تحلية المياه بالشركة والتي تحتاج لمبلغ 400 ألف دينار لصيانتها وإعادتها لإنتاج 5000 متر مكعب يوميا. نظم قسم شؤون المساجد بمكتب الأوقاف وشؤون الإسلامية بالجبل الأخضر دورة امتحان دورة الإمام ابن أبي يزيد بمدينة البيضاء بشقه الشفوي والنظري. وقال رئيس قسم شؤون المساجد بالمكتب الأوقاف وشؤون الإسلامية الشيخ خالد مراجع إن الشق الشفوي يختص بمادة الخطابة والفقه، والشق النظري يختص بالخطابة أمام لجنة مختصة. هذه الدورة يقام اليوم بإذن الله تعالى الامتحان بشقيه الشفهي والشق النظري، حيث أن الشق الشفهي سيقام في مادتين وهي مادة فن الخطابة ومادة الفقه
والشق الشفهي سيقام أمام ثلاثة لجان كلفت من قسم شؤون المساجد وهي خاصة بالخطباء والوعاظ. يأتي كل خطيب بخطبة ويلقيها أمام اللجنة ويتم تقييم الخطيب على كيفية الإلقاء، كيفية الاستدلال، كيفية التكرار. هناك طبعا نموذج معد، نموذج تقييم لتقييم هذه الدورة. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المشايخ الفضلاء بالهيئة العامة لأوقاف الشؤون الإسلامية الذين أشرفوا على إنجاح وإتمام هذه الدورة على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للأخوة الخطباء والوعاظ التابعين للمكتب، وأن يوفقهم وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين والبلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. غرست في غابات مدينة الرجبان ما يقارب 500 شتلة ضمن استمرار حملة التجهير في المدينة. تفاصيل في سياق التقرير التالي. تحت شعار نغرس شجر نبني وطن، انطلقت بغابة مدينة الرجبان حملة تشجير في عدة مناطق تحت رعاية الحملة الليبية للتشجير في عامها الخامس على التوالي. الحملة التي أمنتها مديرية أمن المدينة كانت بمشاركة منظمات خيرية ومؤسسات المجتمع المدني من طرابلس، وكان في استقبالهم المشرفين على الحملة من مدينة الرجبان وبعض من الشخصيات في المدينة. المشاركون في الحملة غرسوا ما يقارب 500 شتلة من أشجار غابات الصنوبر وعدة شتلات أخرى. المرأة كان لها مشاركة بارزة خلال الحملة، بالإضافة إلى مشاركة فوج كشاف سوق الجمعة. الحملة التي تعد استمرارا لحملات سابقة تهدف لغرس أكبر مساحة من الأراضي لزيادة الغطاء النباتي في كامل أرجاء ليبيا. أقيم بمنطقة وادي عتبة حفل افتتاح لمركز وادي عتبة الإعلامي، وذلك بحضور عميد البلدية وعدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. التفاصيل في سياق التقرير التالي. على أنغام التراث الشعبي وببراءة الطفولة التي أحيت التراث برقصات الفلكلور الليبي، أقيم حفل في وادي عتبة بجنوب الليبي بمناسبة تفعيل المركز الإعلامي برئاسة الأستاذ عبد السلام الطاهر، وذلك بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي والقطاعات التابعة للأجهزة الأمنية والضبطية وعدد من الجهات الرسمية في المنطقة. طبعاً هذا العمل الجبار اليوم نحتفل بافتتاحه وهو المركز الإعلامي وادي عتبة، وهذا كان جهد والحمد لله جهد شبابنا أبنائنا الذين ربيناهم ونشأناهم على العلم والتعلم ونشر الحقيقة. وهذا العمل في الحقيقة مشهود عظيم جبار كنا نحلم به منذ صغارا، واليوم أبنائنا والحمد لله حققوا لنا هذا المطلب، وهو مطلب سيكشف عن وادي عتبة كما هي، وسيعرف الدولة بل يعرف الوطن العربي بل يعرف العالم بأجمعه عن هذه البقعة الشاسعة المليئة بالكنوز الأثرية والمليئة بالعلوم والمليئة بالأشياء البكر التي يمكن يستفاد بها في شتى أنواع العلوم. طبعا هذا المركز الإعلامي وإن كان متواضع وهو جديد، موجود جديد، فهو يجمع حقيقة لكل الأفكار. يهدف المركز إلى نشر التوعية من خلال تأسيس مؤسسة إعلامية عمادها الصدق والشفافية، وذلك لتقديم الصورة المتكاملة في تغطية كل المناشط والأخبار الخاصة بالمنطقة. كما سيساهم المركز أيضاً في توثيق كافة المعالم الأثرية والتاريخية، بالإضافة العمل على تحقيق التنمية المحلية إعلامياً، وذلك من خلال الإشراك الفعال للقطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لوضع صورة واضحة وصادقة لدى مختلف الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة حول الوضع الراهن للأوضاع المعيشية لعموم سكان مناطق بلدية وادي عتبة. اليوم تم الحمد لله الحفل الإشهاري لإغلاق المركز الإعلامي وادي عتبة، اللي هو مبادرة جيدة يعتبر من أجل النهوض بمختلف جوانب وادي عتبة، الجوانب الثقافي والإعلامي بشكل عام، اللي هو يمثل المرآة والواجهة للوادي، وادينا الجميل بمختلف.
ألقي في الحفل العديد من الكلمات التي باركت بزوغ هذا الصرح الإعلامي، والذين أكدوا في كلماتهم على دور الإعلام باعتباره ركناً أساسياً في بناء المجتمعات. ووجه رئيس المركز الإعلامي كلمة إلى كافة القطاعات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني للتعاون مع هذا المركز من خلال المندوبين الإعلاميين من مختلف مناطق وادي عتبة، ليتم توثيق وأرشفة وإبراز المنطقة للقنوات الإعلامية المختلفة، ويصب كل ذلك في إعلام يعود بالنفع على هذه المنطقة. في إطار رفع الكفاءة لعرفاء الطلائع فتيان بغابة كشافة الزنتان، أقيمت دورة بمشاركة أفواج المنشية والصرمان وغريان، فلنتابع. احتضنت مفوضية كشاف الزنتان دورة عرفاء الطلائع مخيما كشفيا استمر لمدة 3 أيام متتالية، كان خاصا بعرفاء الطلائع لمرحلة الفتيان بمشاركة أفواج المنشية وغريان وصرمان. الدورة هذه قائمة بها حلقة الفتيان في مفوضية الزنتان، ومستضيفين طبعا فوج الزنتان موجود، ومستضيفين فوج المنشية مفوضية الساحل الغربي، وفوج فوج صرمان مفوضية الزاوية، وفي فوج غريان مفوضية غريان. الدورة طبعا تخص عرفاء الطلائع، والدروس اللي انعطت في الدورة هذه تخص عرفاء الطلائع بصفة خاصة يعني. المخيم استهدف أكثر من 30 كشافاً من عدة مفوضيات بالمنطقة الغربية، حيث يتلقى الكشفيون في هذا المخيم العديد من الدروس الكشفية النظرية والعملية ومحاضرات ثقافية توعوية ودينية. طبعاً دورة العرفاء دي ترفع من كفاءة وقدرات العريف حتى يتم توزيع المهام نتاع أفراد الطليعة بمهام رسمية. عندنا طبعاً تكون الطليعة من 6 أنفار إلى 8 أفراد في الطليعة، طبعا كل فرد في الطليعة يكون له مهمة حتى يتوزع المهام بصفة عامة على أفراد الطليعة، ويعطيهم كل شخص في الطليعة مهمته زي أمين صندوق، أمين مالية، مسعف الطليعة، مصور الطليعة. انطلق المخيم في تطبيق أساسيات التخييم والاعتماد على النفس، ومن أهداف الحركة العامة للكشاف والمرشدات خلق جيلا واع يعتمد على نفسه ويؤمن بالعمل التطوعي ومساعدة الآخرين. لقناة ليبيا الحدث، هبة الكديكي. نترككم الآن مع درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمناطق الليبية. انتهت ولم يبقى إلا التذكير بالعناوين. عناصر القوات المسلحة تواصل تدريباتها العسكرية بمنطقة براك الشاطئ. رئيس مجلس النواب يبحث مع حكماء برقا ملف النازحين والاتفاق السياسي. القوات المسلحة المصرية تحبط عملية تسلل لإرهابيين على حدودها مع ليبيا. مزيدا من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم أيضا متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي والوحيد ليبيا الحدث .tv. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة، كنوا بخير.